سيادة الله محمود، شفنا النهاردة اهتمام القيادة السياسية ومدى يعني ما بين السطور في خطاب السيد الرئيس من خلال ان هذه الشبكات تستخدم من خلال اجهزه مخابراتيه اجنبيه، بقت مجال لتجنيد الشباب، بقت مجال النهارده للتحريض والتخريب، بقت كمان بتستخدمها الجماعات الارهابيه في التواصل فيما بينهم من خلال المعلومات. تمام. طبعا بشكر حضرتك والدكتور عادل مشرفنا بخصوص تناول هذا الموضوع الهام جدا، وبس تسمح لي حضرتك لابد الا ننكر لازم نقدم الشكر والتقدير لشباب مصر الصاعد الواعد وللقياده السياسيه على ما بذلوه من جهد في هذا المنتدى الشباب، وخاصه فيما تضمنوا من تخصيص حلقه خاصه او مخصصه بخصوص السوشيال ميديا وما أقر به السيد الرئيس فعلا المتابع لهذه الندوة. قال إحنا لم نكن مستعدين مجتمعيا لاستقبال هذه التقدم في التكنولوجيا الحديثة، وقال إن كل مصادر التهديد والخطورة التي لحقت بنا من جراء هذه السوشيال ميديا والإنترنت نتيجة العيب فينا. وما قرروا أخيرا في التوصيات من إنشاء لجنة قومية لحماية الأوطان وحماية الدولة الإنترنت. أرجع لكلام حضرتك أنت بتقول بلا شك الاعتماد على السوشيال ميديا والإنترنت النهاردة أمر مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح الاعتماد عليه مبدأ أساسي في التحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار. أما الخطورة اللي سعادتك أشرت إليها اللي هي متعلقة بأنه إنها السوشيال ميديا مرتع خصب الآن لكافة الجماعات الدينية المتطرفة والمنظمات الإرهابية وخاصة وكالات الاستخبارات العالمية، تجد في السوشيال ميديا والإنترنت مرتع خاص لأنها تقوم بكفة أنشطتها الاستخباراتية أو الإرهابية. عشان كده هل إحنا في حاجة إلى شبكات تواصل اجتماعي مصرية زي ما حصل كده في الصين تحمي الأمن القومي، وده مش كرقابة، ما رقابة ممكن تحصل على 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 الفيسبوك الآن، ممكن تحصل على شبكات التواصل الاجتماعي الموجودة والأجهزة الأمنية والمعلوماتية عندها الإمكانيات إن هي تقدر تعمل دور رقابي بتقوم بيه، لكن إحنا عايزين شبكة خاصة بينا، هل إحنا عندنا الإمكانية لده؟ الإمكانية التكنولوجية افيلابل موجودة ما فيش مشاكل، ولكن بيعقل شوية ويمكن الدكتور عادل أدرى مني في هذا الموضوع المشاكل المادية والإمكانيات الانفراستراكشر بتاعت كيف تبني شبكة قومية شبكة اتصالات عالمية زي الفيسبوك وحجم اليوزر اللي هشتغل انت بس الحركة بتعملها عشان تنافس الفيسبوك الأصلي، ما هو انت مش هتقدر برضو تنعزل عن فيسبوك الاصلي. انت بتتكلم حضرتك في الصين يا قلبي، في الصين اكتر من مليار سكان، اكتر من مليار، انت بتتكلم هنا في ملايين معدوده. النهارده الفيسبوك الاصلي بتاع اليوزرز حجم الفيزيتورز اليوزر بيتكلم في مليارات ضخمه 5 6 7 8 مليار جدا. اما كنا ان احنا ندخل هذا المجال عاوز انفست جامد جدا جدا، وبعدين انت لا يمكنك التحضر، لا يمكنك ان تنفصل عن العالم جلوبالايزيشن العالم اللي حواليك، لابد ان تتصل به، ولكن انت عندك من الاجهزه الرقابيه والامنيه التكنولوجيه التي يمكنها تامين معلوماتك. اما كونك هتنفصل بفيسبوك عربي او فيسبوك مصري بيحتاج انفست جامد جدا، بيحتاج استثمارات جامده جدا، بيحتاج انفراستراكشر تكنولوجي جامده جدا. اعتقد ان دي على اللونج ران، يعني احنا بندعو ومن زمان انا دعيت في عده كتابات وعده لقاءات بدعو الدول العربيه ان تستثمر في مجال الاي تي، ومن ضمن الاستثمارات الموجهه في مجال الاي تي عمليه التفكير ودراسه امكانيه انشاء فيسبوك عربي. سيادة الأمير محمود.